السلام عليكم، ازيكم يا جماعه؟ عاملين يا رب تكونوا كويسين. اهلا بيكم في فيديو جديد من رياضيزيا. ده الفيديو رقم 6 في الجزئيه بتاعه الكومبلكس فانكشن. اتمنى اللي بيشوف يكون الفيديوهات مترتبه بالنسبه له، وخصوصا من الفيديو رقم 3، لان المواضيع كلها شبه معتمده على بعض. هناخد النهارده نظريه قمه في الجمال، وهي وسهله جدا اثباتها سطرين كده لو فهمتهم، بس طريقه الكتابه هي اللي بتكون محتاجه منك مجهود شويه. النظريه اسمها ايه؟ لها اسم يعني حلو انك تكون عارفه. هي principle of deformation of contour. تمام، يبقى principle of deformation of contour. كلمه deformation ديت اللي هي جايه من تشوه. تمام، تعال نقراها كده ونفهم امتى بنستعمل النظريه دي او ايه فايدتها. كاتب لك ايه؟ كاتب لك if f of z is analytic one valued function، والمفهومين دول قلناهم الفيديو اللي فات بالتفصيل الممل، in the ring region bounded by two concentric circles. كلمة concentric circles يعني دايرتين متحدتين المركز، يعني دايرتين ليهم نفس السنتر. تمام، ال C1 المود Z minus A equal R1، وال C2 مود Z minus A equal R2، وبيقولك ال R1 أكبر من R2. تمام، بالراحة كده تعال نفهم السطر ده، وانا هحرق لك الموضوع وهقول لك على طول. يعني C1 اللي هو الكونتور الاولاني، Z minus A equal R1، يبقى دايرة، دي معادلة دايرة، السنتر بتاعها A والريديوس بتاعها R1. ادي يا عم الدايرة C1 اهي المرسومة، السنتر بتاعها A، المفروض نيجي كده بقلم احمر هنا اهو، قلم احمر هنا كده، هنا اهو اهي النقطة دي ال A. جميل، والريديوس بتاعها R1، يبقى الريديوس ده كله من اول هنا لهنا كده، ده كده ال R كابيتال، سوري بس مش عارف ايه، اهي R1. تمام، دي كده C1. C2 بيقول لك برضو Z minus A، يبقى دايرة السنتر بتاعها A صح، والريديوس بتاعها R2. ادي يا عم ال R2، واكتب هنا كده ايه R2 بقى، خط سيء جدا مش عارف اتحكم في الماوس. ادي يا عم R2. جميل، وبيقول لك ال R1 اكبر من ال R2، هو فعلا ال R1 اكبر من ال R2، يبقى كلام زي الفل و10 على 10. يبقى عرفنا الدايرتين دول اترسموا ازاي. ايه بقى اللي هو عايز يثبته؟ ايه اللي هو عايز يثبته؟ كل الكلام دوت معطيات كده، شبه معطيات وشرح. بيقول لك اثبت ان التكامل على السي 1، التكامل على الكونتور الاولاني هو نفس التكامل على الكونتور الثاني. يبقى از بروف ذات ان الانتجريشن اوفر سي 1 لاف اوف زد دي زد هو نفس الانتجريشن بتاع سي 2 لاف اوف زد دي زد. نظريه جميله وحلوه قوي يعني. يعني بالبلدي كده مش فارق معاك شكل الكلوزد كونتور في الحاله اللي يكون فيها الاثنين نفس السنتر، يبقى لو انت هتكمل على الاولاني هي لو انت هتكمل على الثاني. تمام، هي دي مفهوم النظريه يعني بالبلدي. تعال بقى نشوف دي نثبتها ازاي وبكل ثقه. هنقرا الكلام وبعدين هشرحه لك وبعدين نرجع نقراه ثاني. تمام، مبدئيا قبل ما اكمل، احنا رسمنا الدايرتين بناء على المفهوم بتاعه، وعايزين نثبت ان السي 1 التكامل على السي 1 هو نفس التكامل على السي 2. طيب بص، انا هنا اللي هيحصل بالبلدي كده، ايه اللي هيحصل؟ مبدئيا انا الكونتور دوت لازم يبقى فيه اتجاه ماشي فيه، بناخد الاتجاه هو عكس عقارب الساعه. اخدت انا الاتجاه دوت عكس عقارب الساعه. تمام، يبقى السهم عامل بالصوره دي. بص فضل ماشي 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 ماشي، وجيت عند اللينك اللي ما بين سي 1 وسي 2. طبعا هو ما فيش ما بينهم اي حاجه، تمام، دول كده شبه الدونت بالظبط. جيت عملت قطعه، قصيت كده بالمقص كاني معاك ورقه متفرغه على شكل رينج، رحت قصيت بالمقص كده من على الجنب. جميل، قصت المقص دي هي عند النقطه ايه، عملت لك سهم رايح وسهم جاي. طبعا السهمين دول راكبين فوق بعض، راكبين فوق بعض، سهم رايح بس راكب فوقيه. تمام، يعني السهمين منطبقين على بعض، بس انا عشان يبان الرسمه كاني كده ايه بعدتهم عن بعض شويه. طيب جيت عملت قطعه، عملت قطعه من عند النقطه ايه. طيب القطعه دي
في الاتجاه دوت من ناحية محور اكس. فبناء عليه بقى انت بتقول لي الاتجاه بتاع السي 1 الكونتور بتاع السي 1 السهم بتاعه بالصورة دي، فالسهم دوت هيفضل ماشي 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 ماشي، هيمر هنا في قطعة تمام، هتلاقي راح حود كده، السهم كان هنا اهو فضل ماشي كده حود ومكمل مكمل مكمل ودخل على السي 2، وبعدين القطعة نفس القطعة كأنها نفس القطعة بالظبط اللي هي هتبقى في الجزئية التانية بقى من قطعة المقص اللي انت هتعملها دي بالاتجاه الموجب للاكس اكسس لانها هتكون عكس الاتجاه حسب تتابع الاسهم، بعدين يمشي السهم يمشي يمشي تلاقي العملية كلها بتلف ورا بعضها. جميل. البتاع ديت لو انت فردتها كده تبقى شبه الحزام، شبه الحزام بالظبط، كأنه مستطيل بالملي، كأنه مستطيل عامل معاك الشكل ده. بص مستطيل عامل معاك كده، طبعا المفروض طويلة بس انا هقصرها كأنها عاملة كده بالملي. ادي يا عم ديت ال ال الاولى ودي ال ال التانية ودي كده مثلا وليكن السي 1 الاتجاه بتاع السي 1 وده الاتجاه بتاع السي 2، ده حرفيا اللي حاصل بالظبط بالملي، ده اللي حاصل في الرسمة. بس بقى كل ديت طبقها كده على بعض تديلك الشكل اللي هو ايه مفروض ده. طب الكلمتين اللي انا قلتهم البق دول عايزين نقولهم بقى. بص كاتب لك ايه، تعالى كده نقراها بالتفصيل. كاتب لك let A be a point on contour C1، يعني افرض ان ال A ديت نقطة على الكونتور C1 اللي بره. make a cut by straight line L join C1 by C2، اعمل قطعة بستريت لاين اسمه L رابط ما بين ال C1 وال C2. صح، انا عملت قطعة اهي، المقص كأنه عامل كده، ده المقص اهو، ادي يا عم المقص عمل قطعة هنا، عمل لك الخط ده. الخط ده على فكرة هو نفس الخط ده بس انا كأني بعدتهم عن بعض شوية. تمام، في ايه، في القطعة دي ربطت ما بين ال C1 وال C2. طيب بص بقى كده لك ايه، then we have a new closed contour gamma. دلوقتي انا بقى عندي كونتور جاما. ايه هو الكونتور جاما؟ هو ده، ده الكونتور جاما اللي هو متكون من C1 و C2 والال اللي طالع لفوق والال اللي طالع لتحت، اللي هي الرسمه يعني، اللي هي الخطوط اللي عندك. جاما described by C1 in positive direction، طالما الاتجاه ال C1 دوت عامله عكس عقارب الساعه يبقى positive direction. وفي عندك قبل ما تمشي في عندك ال انا مسميها ال اهي وراسم فيها السهم بتاعها. فعلا ال L والسهم بتاعها ماشي ايه في الاتجاه النيجاتيف عشان ده عكس اتجاه الاكس اكسس، الاكس اكسس على طول انت متعود يكون في الاتجاه ده. تمام، وايه تاني، و C2 in opposite direction، ادي انت لو انت كده ده اتجاه عقارب الساعة صح، وال C2 اتجاهها كده، سوري في C2 اتجاهها كده ده عكس عقارب الساعة. تمام، وال L طبعا ده في الاتجاه الموجب للاكس اكسس. يبقى ايه، تعالى كده راجع اللي موجودين عندي، عندي C1 عكس مع اتجاه عقارب الساعة، وعندي C2 عكس اتجاه عقارب الساعة، وعندي ال L في الاتجاه العكس للX axis، وعندي ال L اللي هي اللي فوق دي اللي هي نفس ال L برضو في الاتجاه ايه الموجب للX axis. ده كده التكوينة بتاعت الجاما. تمام، كاتب لك انا the function f of z is regular inside a contour inside contour gamma by Cauchy theorem. بص بقى الحتة دي، الحته ديت، طيب ماشي خليها بقى انه اجمع لك التكاملات وارجع لك للحته دي تاني. بص يبقى التكامل على الجاما دوت مكون من عندك من اربع حاجات، مكون من C1 في الاتجاه ده، C1 في الاتجاه العكسي اهو، ومكون من L في الاتجاه ده، ادي L هنا اهي بالظبط، ومكون من L تاني في الاتجاه دوت، ومكون من C2 في الاتجاه اللي عكس عقارب الساعة. جميل، من خواص بتاع تريمان قلناها دي الفيديو اللي فات تقريبا، لو انت عندك L في الاتجاه دوت وال نفس ال L اللي هو ستريت لاين يعني في الاتجاه العكسي يطيروا بعض، لانك لو يعني ده معناه انه هيكون يعني ايه، معناه ان ده هيكون ال L في الاتجاه ده هي سالب ال L اللي في الاتجاه دوت. جميل، فانت هنا لو هتعكس واحد يعني عايز تعكس السهم ده هتحط سالب فهيطير مع اللي قبليه. تمام ماشي، ايه تاني عايز تقوله، فالاتنين دول هيطيروا بعض. تمام، دي كده الحته دي. تعالى بقى نشوف ايه حوار الزيرو وايه الموضوع اللي حصل.
لما تيجي تقرا النظريه تاني هو بيقول لك الاف اوف زد اناليتيك one valued function in the ring bounded by two concentric circles. ال f of z دي analytic. يعني ايه analytic؟ يعني ال f of z ديت عندها singularity. طب ال singularity بتاعها اعرفها عند ايه؟ عند النقطة ايه؟ ال singularity بتاعها عند النقطة ايه؟ فالحركة اللي انا عملتها ديت ان ال singularity في النقطة دي بالظبط. singularity في النقطة دي بالظبط. طبعا طالما في سنجولاريتي وقع جوه الكونتور ما اقدرش اعمل انتجريشن للفانكشن دي بالطريقه بتاعه كوشي، لان كوشي قال لو في سنجولاريتي للداله مفيش مش مهم، بس اهم حاجه النقط السنجولاريتيز ديت تكون واقعه بره. دلوقتي الداله ديت اناليتيك جوه الكونتور، يعني عندها مشاكل جوه الكونتور بتاعها، فدي كده مش هقدر اطبق كوشي. فالحركه اللي انا قصيتها دي حركه القصه دي وكونت البتاع اللي شبه الشريط المستطيل ده، شبه الشريط المستطيل دوت اللي انا رسمه، تمام؟ يبقى هربت من النقطة A اللي عندي. جميل؟ صحيح الانتجريشن عندي بقى كأنه مقصوص منه حتة، هو مش مقصوص ولا حاجة بس شكله اتغير، فاضطريت اسميه جاما. فتسمية الجاما ديت بقى لها مفهوم مهم. ايه هو المفهوم؟ تسمية الجاما اللي انت عملتها ديت تقدر تطبق في بيها كوشي دايركت والنتيجة هتطلع بزيرو. ليه؟ لاني هربت من النقطه ايه اللي كانت عامله مشاكل. فاهمني في الجزئيه ديت؟ النقطه ايه اللي كانت عامله مشاكل في الكونتور سي 1 او سي 2 اللي كانت مخليه الداله اناليتيك وقايلها لي هو في راس في النص النظريه. كل اللي عملته انا ان اهرب من النقطه اللي كانت هنا دي اللي هي السنتر، هربت منها، قصيت كده وهربت منها، فبناء عليه الكونتور ده انا مسميه جاما مثلا، وهربت من حتة السنجولاريتي. فطالما هربت من حتة السنجولاريتي يبقى الدالة دي بقت ريجولار، وطالما ريجولار يبقى الانتجريشن بتاعها على الجاما على المنطقة يعني اللي ما فيهاش سنجولاريتي ايكوال زيرو. حتة ريجولار ديت انا كل الكلام ده مشروح من الفيديو اللي فات، يعني معتمد على الفيديو اللي فات بصورة كبيرة، اللي هو اثبات كوشي. كوشي بيقول ايه؟ لو انت بتعمل انتجريشن لفانكشن ممكن تكون اناليتيك يعني ليها سنجولاريتي، بس اهم حاجة النقط بتاعتها دي ما تكونش جوه الكونتور بتاعي، يعني بالبلدي ان الفانكشن دي تكون ريجولار في الكونتور بتاعها. في الحاله دي ان التكامل بزيرو دايركت. اللي حصل في النظريه ديت انا عملت الكات دوت، تمام؟ فبناء عليه هقدر تهرب من السنجولاريتي اللي هنا، وانا مسمي الشكل الجديد اللي شبه المستطيل لما يتفرد دوت مسميه جاما. فبناء عليه الكلوزد كونتور جاما دوت الانتجريشن بتاعه هيكون بزيرو على طول، انتجريشن عليها هيكون بزيرو بتطبيق كوشي سيري. الحته دي جاما بقى مكون من اربع حاجات، دي ما فيهاش مشكله لسه قايلينها، وبقينا عارفين دلوقتي ده هنقدر نسويه بزيرو على طول. ليه؟ بقى مكون من اربع حاجات، تمام؟ قلنا دي هتطير مع دي من مفهوم ريمان، اتنين عكس بعض، وقلنا دوت اجابته هتكون بزيرو عن طريق كوشي دايركت، لان السنجولاريتيز بقت بره الكونتور بتاعي. فدلوقتي اللي اتبقى بقى اتبقى عندي سي 1 في الاتجاه دوت اللي هو مع عكس عقارب الساعه، واتبقى عندي سي 2 في الاتجاه دوت. جميل؟ لو انت هتودي واحد عكس الاتجاه الثاني يبقى باشاره سالب، يعني دوت كده يروح قبل اللي يساوي بقى باشاره سالب. لو لاحظت السي 1 اتجاهه كده والسي 2 اتجاهها كده، فانت لو عايز تعدل الاتجاه واحد فيهم، يعني تخلي وليكن السي 1 نفس الاتجاه والسي 2 نفس اتجاه السي 1، الاشاره السالب دي هتتغير. فانت لو انا هعدل السهم ده اللي انا عملته، عدلت السهم ده هنا، فبناء عليه بقى في اشاره سالب هنا هتطير مع السالب ده، والاثنين بنفس الاتجاه تقدر تشيل خلاص السهم اللي فوقيهم، فبقى التكامل على السي 1 هو نفس التكامل على ايه؟ على السي 2. النظريه ديت اسمها الديفورميشن. ديفورميشن للكونتور مهمه جدا، سهله، فكرتها كلها في حته القط اللي بيتعمل وتقسيمه الكونتور اللي هيتقسم اربع حتت، تمام؟ وبس. وطبعا المفهوم بتاع كوشي، لان انا بعد ما قصيت قدرت اهرب من السنجولاريتي اللي كانت هتكون موجوده هنا، فاقدر اقول بكل ثقه ان التكامل دوت هيطلع بزيرو لان المنطقه بتاعتي ما بقاش فيها سنجولاريتيز. كان نفسي نخش على النظريه الثانيه، هخليها الفيديو اللي جاي ان شاء الله، وبس بالتوفيق باذن الله.